هلو ليكابين، مرحبا بكم في فيديو جديدة اللي صورتها في أول يوم من سنة 2024. نتمنى أنها تكون سنة العوض بالنسبة لكم. نتمنى أنها تكون سنة الفرح والسعادة والسرور وتحقيق الأمنيات واستجابة الدعوات إن شاء الله. لو كنا لقيتوني في وقت الصباح درت عصير هكا فريش في مانجا توت وأورنج، وجبت نوتبوك تاعي وبديت نكتب الأهداف والريزولوشنز اللي يعني بغيا يصراو لي ولا نحققهم في 2024 إن شاء الله. قسمتهم إلى زوج صناف. الصنف الاول هو الحوايج اللي حابه نبدلهم في شخصيتي، كما نقسم الاوفر ثينكين، نقسم العصبيه، نتفائل. والحوايج الثانيين هما الحوايج اللي راني حابه نديرهم في حياتي اللي يزيدوني خطوات للامام ان شاء الله. ننصحكم انكم تدونوا الاهداف تاعكم في ورقه، باسكو هكا راح تكون اول خطوه على انهم يوليوا اشياء ملموسه ماشي مجرد افكار. بعدها وجدت الاوتفيت تاعي، راح نخرج انا واختي صاحبتها، راح نفوتوا داي هكا انصامبل اللي راح يكون يوم ايجابي، اللي راح نحكيوا فيه غرب ايجابيه، اللي راح نطلعوا فيه استحقاقنا، اللي راح نتفائلوا فيه. دونك لبست هاد الاوتفيت اليوم اللي جايه كالرفل، فيها الاورنج فيها البلو ايتو. دونك لبست هاد الاير جوردن اللي وصلوني من لو سيت بوندا باي، لبست هاد لو او اسورتي معاهم شوميز شابو، راح نزيد منطو من الفوق باسكو كان بارد الحال. اي سي بارتي. دونك قولوا لي اسكو عجبتكم الاوتفيت ولا لا، لو مدوا لها تقييم من 1 إلى 10 شحال عجبتكم. دونك هنايا خرجنا انصامبل وفريمون فات يوم رائع، انا صورت لكم فيه تقريبا بجدرنا كامل. كان يوم ايجابي، حكينا فيه غير الاشياء الجميله، كان فيه طاقه ايجابيه، ضحكنا فرحنا، خرجنا شمينا الهواء، تمشينا وروحنا. اكثر حاجه ننصحكم بها انكم تعتمدوها في سنه 2024 هو انكم تتفائلوا وتفكروا بايجابيه، باسكو اون فوا تكونوا ايجابيين ومتفائلين سي بون كل شيء راح يتفتح امامكم، كل شيء راح تشوفوا الحياه جميله، الحياه زوينه. مي كي تكونوا مكتئبين وتكونوا هكا عندكم الاوفر ثينكينغ، تخمموا بزاف وكلش، راح تشوفوا كلش بلي راهو بعيد، كلش بلي راهو اسود، كلش بلي ماهوش يتحقق لكم، ما يمشي الحكايه كيما راكم حابينها. دونك ننصحكم انكم تكونوا متفائلين، ان شاء الله تكون هذه السنه سنة العباد كما قلت لكم. فوالا ليكابتن، هاد الزوج بنات راهم بداو يصدروا في الطاقة السلبية، كل وحدة تمشي تقول أنا إحساسي أنا إحساسي، الأخرى أنا شعرت بالتخمة، الأخرى أنا شعرت ما نعرف. وحدكم وصدروا طاقة سلبية، أنا مانيش ناقصة طاقة سلبية، خليتهم. هناك كنت راح مروحه عيطت لي صاحبتي، قالت لي بلي جايه انا وميساخ باش يديروا لي زونغل تاعهم، فريمون كان يوم شاق ومتعب بزاف بزاف. It's another day. رجعت بكم للماضي سنة 2023. هذا اليوم صورته لكم في 2023، ما بغيت نبدأ لكم لا فيديو بالأول يوم في 2024 كيفاش فات بالطاقة الإيجابية تاعو بكلش، ومن بعد رجعت لكم اليوم اللي صورته لكم من قبل. دونك هنا لقيتوني وجدت الأوتفيت تاعي باش نروح للجيم، لبست هكا بينك اند بلاك، وجدت حوايجي. إي سي بارتي. شوفوا لي كابين، يوم جميل، كل شيء بو. ان بيتي كونساي البنات اللي بغاو يبداو سبور ولا يدخلوا في الجيم، دونك واش راكم تستناو؟ دوكا طاقه جديده، سنه جديده، ايام جديده، جود فايبس، جود انرجي. دونك حاولوا تسجلوا في الجيم، حتى اذا ما سجلتوش هكا شهر كامل، ولا سجلوا برك حصه وحده، اون فوا تفوتوا الحصه الاولى وديروا الخطوه الاولى الباقي كل شيء يجيكم سهل، وما تقدروش تحبسوا من الجيم مره اخرى. دونك بداو الجيم، ماشي معنى هذا كنتي سمينه حبات شياني ولا كنتي ضعيفه حابه تزيدي في لوبوا ولا لا، لا هو قبل كل شيء من اجل صحتك، صحتك النفسيه وصحتك الجسديه، باسكو حنا كي نديرو رياضه ونروحو تحسي بلي فريمون هكا هرمون السعاده راهو زاد، تحسي روحك عندك طاقه متجدده، طاقه جديده ايجابيه وكلش. دونك والصحه الجسديه بيان سور. دونك حاولوا تبداو سبور، ما عندكم ما تسناو. وانا روحت للدار درت عشاء خفيف، برغل دجاج خضار وجبن. فينالمون قررت نجي هنايا لاشومبغ تاعي وناكل، مي انا نوبتي مش راح تخليني ناكل في انهاك، مش راح تخليني ناكل لآلاز، دونك لازم نعطيها الخيار، هي تموت على الخيار، ومبغيتش نطلقولها بس كي كنت كنت تاكل في السرير، حال بقى هكا ناكلها ومن بعد ناكل انا.
صباحو يا حلوين. دونك اليوم انذر داي هنايا وجدت فطوري، درت هكا ياغورت سيريال وزدت معاه بان دومي وحده برك، وزدت معاه هنايا جرانولا. دونك هذا هو فطوري تاع اليوم. نفطر ومن بعد نورمالمون ندير الغداء. بعد كي نخلص الغداء راح نورمالمون واحد جيني اون كليونت سيتو. دونك اي حاجه درتها اليوم في ما جورني راكم معايا. دونك سي بارتي. الو لي كوبين، راح نشارك معكم هاد الوصفة تاع الشوفلور ولا البروكلون نموت عليها. جو بونس شاركتها معكم من قبل ما نعرف. دونك هنايا درت البصل قطع صغيرة، درتو في زيت، درت معاه شويه ملح فلفل اسود وزنجبيل، وهنا درت صدر دجاجة كان مقطع لي دجاجة كان عندنا من قبل، ودرت هنايا الطوماط وقطعتها قطع صغيرة. دونك دوكا كي راني ندير لكم في المونتاج راني صايمه، راني تعبانه فريمون، بقال ربع ساعة ياذن على بها راني فابل هكا. سينو درت الكل هكا، بعد ما تقلى البصل زدت مع الطوماط وزدت مع قطع الدجاج هذوك وخليتهم يتقلاو شويه اونصومبل. ومن جهه اخرى درت شوفلور هكا، غسلته ونظفته ودرته قطع هكا ولا بريدات وحطيته هنايا يغلي في الماء عادي. دونك هاد لا غوسيت فاسيل ماسيل سهله بزاف وتجي فريمون بنينه روعه. دونك بعد ما يطيب لو ميلونج هذا تاعنا اللي كان هنايا، واش نديرو؟ نجيبو لو مول نحطو هذه اللي راح تكون لا باز تاعنا ونديرو فوقها الشوفلور والفوق لاصوص بيشاميل. هنا كنت نصور لكم طريقه جديده شفتها اختي في تيك توك كيفاش يقطعوا الاناناس بالطول هكا شرائط ومن بعدها بالعرض وتهزهم بالكيرطون، ما كنتش نصور من البدايه. سينو شوف لو تاعي بعد ما يطيب في الماء واش ندير له؟ نحكم ندير بيضه مع شويه لا كريم فريش ونجست نمرمد فيها هذاك البروكلو تاعنا ونقليها جوست تاخذ لون بسيط برك وتنشف هذيك البيضه. ابخي نديرو نجيبو مول نديرو لا باز هذيك الشكشوكه اللي خدمناها الاولى ونحطو فوق هذوك الوريدات تاع شوف لو المقليين ونزيدو من فوق لاصوص بيشاميل تجي بنينة روعة. ولي كابين اليوم الجو هايل، الناس كلها من برا الجو ماريفاي. كابين نشارك معكم لي زاشا الصغيرونين اللي درتهم. دونك شريت هاد لونتيسيرن هذا تاع لوريال، شفت عليه بزاف دي ريفيو يغطي تو لا كوفرونس تاعو مليحه. دونك شريت هذا باسكو انا بغيت نستغنى على الفون دو تام نوليش نديرو فيكو لابو تاعي ما شاء الله عاديه يعني ما تحتاجش ما فيهاش بزاف لي زامبيرفيكسيون اي تو زي شويه جوناتر شويه. شريت هذا اوسي هذا دوب تاع شي غلام، دونك يجي كيما هكا باسكو ما لقيتش شي غلام. دونك جبتني لا كولور تاعو دوك نديرها لكم في يدي وتشوفوا كيفاش مداير. شريت هذا الفيس ماسك اللي يجي كيما هكا شغل هكا ساشي صغير فيها شحال فيها مش كاتبين شحال فيها ماسك كي ديرهم كيما انا ندير بزاف لي ماسك ناتوريل كيما تاع النشا وزيت الورد وكلش ديرو تبلوهم راح يتفتحوا يوليو شغل ماسك هذاك اللي فيه العينين وفيه الانف وفيه الفم وكلش هكا مبريسيين ومن بعد كي ديروهم في حاجه مايها يتفتحوا يوليو ماسك اون تيسو. المهم راكم فهمتوني واش حابه نقول. هادو دي شوسيت واحد لي واحد الماما مازال ما خيرتش شكون نقولها تخير لي عجبوها مالغري لا كولور غادي ما نحبهاش بزاف مي مهم. دونك تجي كيما هكا في الاوبرجين اسمها لا كولور هكا ويجي من هنايا بهذا بلاك وهذا شوفوا هذا زي كيوت ها. دونك يجي كيما هكا كيوت شوفوا في الفيولي هكا في الطويل. جو بونس ماما راح تدي هذا باسكو هي ما تحبش الطوال بزاف مي ديزاين على بالي حيعجبها هذا. دونك هذو هما لي زاشا تاعي صغيرونين. ها هي لا كولور تاعو كيفاش تجي، يجي شويه اورانجي هكا باسكو انا نحب الاورانجي ما نحبش اللي يجي غوزي بزاف. شوفوا هذا قبل ما نستومبيه كيفاش تجي لا كولور، شوفوا بعد ما استومبيتو كيفاش تجي كولور هكا خفيفه جادور. انا اصلا وليت نسيبورتي اكثر الميك اب اللي يكون كريمي ما يكونش بودري فهمتوا. دونك هذا اي لايك حاجه خفيفه جادور. شوفوا لي كابين لقيتوني في بدايه الفيديو وكتبت لي ريزولوشن للاهداف تاع سنه 2024، فرجت دي فيديو في يوتيوب بخصوص هذا الامر وجاتني الموتيفاسيون وقلت لازم نكتب الاهداف اليوميه ونبدا نعدل من نفسي راح نحس بلي التغييرات راهم يجسدوا وبالتالي راح نكون موتيفي اكثر. هنايا درت جبت النوت بوك تاعي وكتبت فيه لي ريزولوشن اليوميين اللي راح نشارك بعضها معاكم بالك نتوما ثاني تموتيفاو بهم. زوم فوالا اول حاجه كتبتها هي ستارت ماي داي ات 6 بي 6 اي ام.
علاش قلت 6 اي ام؟ علاش يبدا نهاري من 6 تاع الصباح؟ باسكو الاذان الفجر ديجا يأذن على 6 وحاجه 16 دقيقه هكاك. دونك انا قررت ما نزيدش نرجع نرقد، كي نفيق على 6 تما يبدا نهاري. ديجا مول فنصلي، نقرا شويه قران، الاذكار، نكونيكتي شويه، كندور في لي ريزو ولا كاش حاجه نلقاها راهي 7. 7 اون فوا نرجع نرقد على 7 ولا 7 ونص نلقى روحي ما فقتش حتى ل 10. دونك دو بريفيرونس مانيش راح نرجع نرقد نهائيا. ثانيه سكند وان اللي هي هيلثي بريكفاست. كيما على بالكم انا ديما ندير فطور صحي، دونك راح نبقى ندير فطور صحي، وهاد العاده راح نتبناها بزاف في ايامي كامل. راني نشارك معكم ديما فطوري. نيكست وان هي درينك مور واتر. انا مانيش من النوع اللي يشربوا بزاف الماء، ننسى اصلا بلي كاينه حاجه اسمها الماء، دونك راح نحاول نشرب بزاف الماء. هاد الحوايج تشوفوهم عاده كصغار وبسيطين، بصح راح يغيروا بزاف منكم. كيما الماء راح يغير من جسمك من الداخل، وكيما راح يغير من بشرتك من بزاف حوايج. نيكست وان اللي هي راح ندير بزاف افيرميشنز في نهاري، اللي هما شغل تحكي بينك وبين روحك، تفكري روحك بحوايج انا هكا انا هكا، تقولي حوايج اذا ايجابيين، ذكري روحك بحوايج ايجابيه. نيكست وان اللي هي بي كالم. الناس العصبيين نتقلق ايتو، دونك راح نحاول نكون هادئه اكثر. اللي بعدها هي افويد توكسيك بيبل. بيان سور بلي اي انسان فينا عنده توكسيك بيبل في حياته، راح نحاول نتجنبهم. اي انسان راح يقلقني ولا نحس بلي راهو ينقلي طاقه سلبيه ولا راح يخلي نهاري يكون مش مليح، راح نيفيتيه. مور ايديتينغ سوا لليوتيوب ولا الانستغرام، وراح نحاول نبوستي اكثر ونكون بلوز اكتيف في لاشين يوتيوب تاعي، خاصه اليوتيوب بغيت نكون بزاف اكتيف فيه، وهاد الحاجه نتوما اللي راح تساعدوني فيها. دونك اللي يحبوني نتمنى لكم انكم تساعدوني. كيفاش تساعدوني؟ انكم ديروا لي لايك تاعكم، تخليوا لي كومونتير تاعكم، تشجعوني، تشاركوا قناتي مع صحاباتكم، هكا باش نكون نشيطة أكثر. دونك هاد الحاجة نتوما اللي راح تعاونوني فيها. نيكست وان اللي هي go to bed at 10 pm هكاك 10 ونص، نحكم بلاصتي هكاك على 10 ونص، بصح نقعد حتى 12 باش نرقد. دوكا راح نولي نحكم بلاصتي ونحاول نرقد هكا ما نكونيكتيش تو باش نرقد. اللي هي دايوغ اللي بعدها هي don't use the phone بعد 10 ونص في الليل. دونك دابيتود انا كي نرقد هكا نفيق هكا في الليل، نفيق بزاف مرات، كي نفيق نبدا نريبوندي على لي ميساج، نريبوندي على لي زامي، نكونيكتي تو. دوكا خلاص ديسيديت ما نزيدش نعاود هاد الحاجه، باسكو كاين واحد الهرمون اللي اسمه الميلاتونين، اللي ديجا انت تكوني راكده وكلش يتفرز في الليل هاد الهرمون، وهو اللي ياثر على لوغلوج بيولوجيك ولا الساعه البيولوجيه تاعنا اللي تتحكم في النوم. دونك انت كي تكوني راكده ومن بعد كي تفيقي ديريكتومون كي نفيقوا كامل تقريبا نهزوا التليفون نبقاو نشوفوا فيه، دونك هذاك الهرمون راح يولي ما يتفرزش، راح ينقص الافراز تاعو، وبالتالي ما تقدريش تولي ترقدي ويطير عليك النوم وتفسد لوغلوج بيولوجيك تاعك. دونك دو بريفيرونس نولي ما نكونيكتيش نهائيا في الليل، ميم سي فقت ولا ما نهزش التليفون حتى للصباح. فوالا انا درت هاد لي كاري هكا باش اون فوا ندير اي حاجه في نهار نديرها نحققها من هادو، ندير هكا نتاع نكوشيها تاع سي بون راني حققتها. نزيد نكتب حوايج اخرين اوف كاميرا ماشي معاكم، دونك نعاود نكتبهم حتى هما نكتبهم ونحاول نطبقهم. فوالا دونك راح نقول لكم اسكو استمريت على هاد الحاجه ولا اسكو حبستها ولا اسكو خرجتني ولا لا لا، راح نشارك معكم everything. دونك هنايا جو بونس نكون وصلنا لافان تاع لا فيديو، شاركت معكم الافكار، شاركت معكم كيفاش فاتوا ايامي، كيفاش فات يومي الاول تاع 2024. ان شاء الله يا ربي تكون سنة خير وسعادة، تكون سنة فرح وسرور وسنة العوض بالنسبة ليا وليكم ان شاء الله يا ربي. دونك نتوما ثاني حاولوا هكا تجسدوا افكاركم، حاولوا تكتبوهم، لانه هذه راح تكون اول خطوة من انه يولي اشياء ملموسة وحقيقية. فوالا كي تكتبوهم راح تكون اول خطوة لانهم ما يكونوش مجرد افكار، بل يكونوا حوايج مجسدين وملموسين. هذه هي، ما بقى لي غير نقول لكم ما تنساوش تخليوا لي تعليقاتكم وتخليوا لي كلمه جميله لسنه 2024، وتشاركوا قناتي مع صحاباتكم واخواتاتكم، وطلعوا في روحكم، ونتلاقاو في لابوشان فيديو ان شاء الله. في كل خميس راح يكون فيديو جديد، نتلاقاو الخميس الجاي. طلعوا في روحكم، باي باي.